أشغال يدوية متنوعة تضمنها معرض وبازار إبداع بدورته الرابعة الذي تقيمه مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في فندق سفير حمص بمشاركة 45 شابا وسيدة، والذي يشكل فرصة لعرض المنتوجات وتسويقها. اليوم انت عم تحاولي تخلقي سوق تصريف لمنتجات سيدات عم يشتغلوا بقلب بيتهم، وبالإضافة لتعريف الناس فيهم اللي رصدناه المرة الماضية بالمعرض الماضي، بأن الناس تابعت معهم وصارت تتواصل معهم بشكل مباشر تشتري من منتجهم، وهي القصة كتير مهمة. اليوم انت عرفتي بالمنتج وسوقتي، واكثر من هيك اعطينا حافز لسيدات كثير، مشان هيك رح تشوفي مشاركات كثير جداد. المعرض هو عباره عن مشتركين صبايا وشباب، اشتركنا مشان يعرضوا منتجاتهم، واللي هن بالاساس ما عندهم محلات فحبوا انه يشاركوا نسلط الضوء عليهم. انا بعمل ديزاين بس يعني، وبنتقي الالوان والشكل وكذا، والصبايا بيشتغلوا ببيوتهم هلا بالازمه صاروا يشتغلوا، ايه فهذا اكثريته الشغل بالبيت عندهم يعني ببيوتهم، ما عدا الشغلات الخشبيه طبعا في شباب بتشتغل معنا ومنلون بالايد كله تلوين يدوي يعني. تضمن المعرض اشغالا يدويه من الكروشيه وصناعه الصابون والسناره والمأكولات المنزليه والديكورات الشرقيه الجميله وغيرها من القطع المتعدده الاشكال والالوان. مشاركين اليوم باعمال يدويه مختلفه، من الميلان، السرمه، السناره، الشك، الغبانه، كافه الانواع. بشتغل رسم على عبايات او رسم لوحات او على خشب، على جميع الخامات يعني. مشتركة بأعمال يدوية، شجر نحاس ومع خرز مع قواعد مختلفة، ولمبادرة، صمدات، شغلات البيت، يعني هدايا. يؤكد المشاركون من الشبان والسيدات ضرورة استثمار الوقت وخلق فرصة عمل بأبسط المكونات وتوظيف كل ما يملكه الفرد من مهارات إبداعية في إيجاد فرصة عمل وتحقيق الاستقرار المعنوي والمادي. من معرض وبازار إبداع في فندق سفير حمص، شيرين العلي، الإخبارية السورية.